بلدة الغنطو جراء القصف المدفعي والهاون والمروحيات على بلدة الغنطو، ما تم إلى تهجير سكانها والنزوح إلى القرى المجاورة. هذا ما فعله بنا بشار الأسد. بلدة الغنطو، أين حكام العالم؟ وأين شعوبها؟ نحن نذبح في اليوم 1000 مرغة، نحن نذبح في اليوم مرغة ونذبح من صمتكم 1000 مرة جراء القصف المتواصل على بلدة الغنطو، ما تم إلى تهجير سكانها. أين أنتم يا مسلمون؟ صبرا جميل وبالله المستعان. هذا ما وصلنا به في بلدة الغنطو. أين أنتم يا حكام العالم؟ نترك الصورة هي تتحدث عن ما يحصل في بلدتنا، بلدة الغنطو، جراء القصف المتواصل على هذه البلدة. قتل الشجر ولم يسلم منه حتى الحجر. هذا هو بشار الأسد. نصرك قريب يا رب، نصرك قريب. بلدة الغنطو.